الإعلامية الكبيرة سوزان حسن. سوزان حسن لم تكن إعلامية عادية ظهرت في وقت ما وزمن ما، وإنما إعلامية تركت بصمة كبيرة في التلفزيون المصري، وكانت سبباً في تشكيل الرأي العام في كثير من القضايا. سوزان حسن من مواليد 6 يوليو بقرية بحطيط مركز أبو حماد، وحصلت على الثانوية العامة من كلية البنات القبطية عام 1969. تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1975 بتقدير جيد جداً. التحقت بموجب قرار القوى العاملة باتحاد الإذاعة والتلفزيون كموظفة في الشؤون الإدارية والمالية، ونجحت في اختبار المذيعات لتنجح هي وفاطمة الكسباني ونادية حليم، وعملت كمذيعة لعدة أشهر. تزوجت من ابن عمها طبيب رمد، وأنجبت أولادها رغدة وكريم. اشتهرت بتقديمها برنامج لقاء الأجيال لمدة 10 سنوات. مساء الخير. لكل مهنة أو مجال في حياتنا 3 أجيال أو أكثر. بالطبع جيل الريادة هو الجيل الأول، وبعدها جيل الوسط اللي بيتولى باقي الأجيال الشابة حتى تكبر وتصبح هي الأخرى جيل رائد. وقدمت برنامج صباح الخير يا مصر، وتولت عام 2002 نائبة رئيس القناة الأولى. أصبحت رئيس القناة الأولى عام 2003، وأصبحت رئيسة التلفزيون لمدة 4 سنوات.